انا الحقيقه ما كنتش عايزه ارجع على الفقره دي او الخبر اللي هو شبه يومي، يعني راجعين من الاجازه مضطرين لانه طول الوقت قصه الاشاعات او الناس اللي بتاخد الاخبار دايما بتاعتها من على السوشيال ميديا، يعني ده وشير. يعني عايزه اقول لكم ان من ضمن الحاجات مثلا اللي كان معمولها شير اول امبارح وامبارح تقريبا، فاكرين انتوا لما حصلت الحادثه الشهيره بتاعت خطف طفل الشروق ونزلت القوات الخاصه والطفل رجع لاهله زي الفل وتمام؟ الموضوع ده انتهى من حوالي 4 5 شهور تقريبا لو انا فاكره التوقيت صح ومش غلطانه. امبارح واول امبارح واول اول كان بيتشير نفس البوست تاني. الإشاعة الجديدة إنه في خبر أو إشاعة عن زيادة أسعار المواد البترولية، واللي بعض المواقع الإلكترونية مش بس صفحات على السوشيال ميديا أخدت الأخبار دي برضو ونقلتها. كان في نفي من الأستاذ هاني يونس المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء عن الأخبار اللي اتنشرت عن زيادة أسعار البنزين والمواد البترولية مع بداية عام 2019. الخبر ده وصفه هاني يونس بالكاذب ونشر على صفحته وعلى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بيقول صورة لخبر زيادة الأسعار وعلق عليها وقال إن الخبر ده مش صحيح جملة وتفصيلا. وتاني وعاشر ومليون بنقول للمواقع الإلكترونية المختلفة يا ريت نتحرك الدقة، يعني يا ريت أنا ما جريش ورا الترافيك وبس. ترافيك طبعا أكيد بيضايق الناس، بيخلي الناس طول الوقت تعيش في إشاعات طول الوقت، بيخلي كمان القارئ يفقد المصداقية لو ما بيدوروش على المصداقية بقى وبيدوروا طول الوقت على فكرة الترافيك. ده موضوعهم. زي خبر تاني قالك إن الدولة هتلغي خالص الدواجن الحية. مين قال يا جماعة الخبر ده؟ قالك ما عرفش قريته فين؟ على الفيسبوك. طب هل وزارة الزراعة طلعت بيان؟ هذا لم يحدث. طب شعبة الدواجن مثلا طلعت بيان؟ لا ما حصلش. هرجبت الخبر منين؟ من على الفيسبوك. طيب خلينا بقى